اهلا بكم من جديد مشاهدينا وكل الناس اللي انضموا لنا من خلال صباح الخرطوم. سعداء جدا من خلال هذه المساحه يكون معنا الاستاذ عمر سيكا رئيس المبادره علاجك ودوائك علينا. مرحب بك استاذ عمر سيكا، منور كثير. مرحب بك اخونا سامي البشير والاستاذه عرفه، مرحب بك حبابك ومشاهدي قناه الخرطوم الفضائيه. لك التحية أستاذ عمر، الصحفي والزميل الإعلامي ورئيس مبادرة دوائك وعلاجك أو علاجك ودوائك علينا. سعيدين بوجودك معنا من خلال الصباح والحديث عن مبادرة مهمة جدا. زول يجي ويقدم لك علاج معين، دي أفتكر ما حاجة سهلة. فبداية نكلمنا عن المبادرة، متين بدت ولما قعدت وفكرت أنه تعمل المبادرة شنو كان الهدف من خلالها؟ المبادرة طبعا أنا يعني أديها الاسم الكامل حقها، مبادرة علاجك دواك معانا. معانا أي معانا، يا سلام. لأنه في مبادرات ما سبقتنا لكن إحنا سبقناها فقريبة لنا، فعشان كده إحنا حددنا الاسم ده إنه الدواء عندنا نحن والعلاج إن شاء الله يكون عندنا. المبادرة هي كانت جات صدفة كويس. وإذا جينا تكلمنا عن المبادرة أو تكلمنا عن العمل التطوعي، هو طبعا عمل تطوعي للخير، بتعمله لشخص غير مقتدر إنه يقدر يوفر لنفسه صحيح. فعشان كده المبادرة دي كانت قديمة جدا. لو أنا قلت لك بدأت سنة 2003، يا سلام. كويس، بدأت 2003، كانت يعني أنا بديتها في عمودي في جريدة الوطن 2003. فكانت مجموعة من الناس بتجد جديدة على أساس إنه الناس تساعده وكده. فلاحظت الحتة دي إنه أنا لما جيت كتبتها بقت الناس الخير يعني بيجوا يجونا بيتصلوا علي. وكانت جهة الوطن في الوقت ذاك الله يرحمه السيد أحمد خليفة من الناس اللي كانوا لهم إسهام في الخير كبير جدا. فبديت أنا ضربة البداية يعني هنا، ودي نماذج كثيرة لها. جميل استاذ عمر سيكا، المبادرة قديمة لكن حديثنا، هل وجدت المبادرة صدى حتى الآن في الشارع والمجتمع السوداني؟ أنا ما كنت متوقع الكلام ده. زي ما قلت لك زمان إحنا بديناها في جريدة الوطن، أو بديت أنا شخصيا في جريدة الوطن في عمودي على الملا، لكن يعني وقفت إنه أنا لازم أعمل الحاجة دي. فبديت عملت لي رابط، والرابط أنا نزلته في جروبات كثيرة جدا. فما كنت متوقع الحاجة دي تجي. فلو قلت لك احنا وصلنا يعني عملنا لغايه 273 من الاعضاء في البدايه، وانه الجروب ما بياخد اكثر من كده. فعملنا ثاني جروب بتاعنا الثاني سميناه نمره 2 يعني. يعني السودانيين بالخارج بيجوا يساهموا معانا ويقفوا معانا ومتابعيننا في الحاجه دي. فانا ما كنت متوقع. لو قلت لك انا في ناس كثيره جدا بعرفهم بالاسم لكن ما شفتهم بعيني. نعم. طيب استاذ عمر، يعني تجي وتقدم علاج زي ما قلنا قبل شوية، دي حاجة ما سهلة. وطالما المبادرة بقت معروفة وهي من العام 2003، يعني أكيد في حالات كثيرة جدا وقفتوا معاها، وفي حالات كثيرة جدا يعني من خلالكم وجدت العلاج ووجدت الدواء. هل قعدت مرات المبادرة بتخفق في إنها توفر العلاجات المطلوبة في علاجات ربما تكون برا السودان؟ بتسعوا إنكم تتواصلوا مع ناس برا السودان عشان يوفروا عليكم في علاجات أسعار بتكون غالية جدا؟ كيف قاعد تتصرفوا في الحالات دي؟ أي طبعا، ده سؤال يعني وجيه جدا وسؤال مهم جدا. احنا زي ما قلت لك عندنا اعضاء خارج السودان في دول الخليج بالذات، حتى في امريكا وعندنا في السويد. ففي ادويه يعني منقذه للحياه محتاجه تجي بطريقه يعني معينه او بحفظ معين. فدي كانت بتبقى لنا عقبه كبيره جدا. وفي حبوب لو جاتنا بيجينا بالشنطه يعني، او بيجينا باليد عن طريق اي شخص يعني هناك يوصلها لنا. فنحن في الحته دي طوالي فكرنا في حته اسمها انه لازم المبادره تكون منظمه. فبدينا نسعى فيها وقطعنا فيها شوط كبير جدا. لانه جاتنا ادويه بتذكر وصلت لغايه مطار الخرطوم، فلانه نحن اصلا ما مسجلين، فلقت عراقيل يعني مش من الجمارك وبس، لكن حتى يعني من المجلس الصيدلي. يعني طلبوا مننا اوراق انه كده، لدرجه انه كانت ادويه كميات كبيره، كميه كبيره جدا، وللاسف الشديد انه تلفت وقعدت. وبعدها يعني كانت في حاله سليمه جدا، استلمناها والحمد لله.
جميل أستاذ عمر، بالتأكيد لكل منظمة أو مبادرة أهداف، ما هي أبرز الأهداف بالنسبة لمبادرة علاجك ودواك معنا؟ أي طبعا في الاهداف في الوسائل دي دائما بتكون في المنظمات او اهداف المنظمه. احنا هدفنا انه الشخص الغير مقتدر ده يعني زول ساكت كده، او الناس اللي بتخش علينا اعضائنا بورونا يعني في زول محتاج. دي من اهدافنا، انك انت زول محتاج بنشوف الروشيتا بتاعتك او التاريخ بتاعك، اذا كان تاريخ قريب فنحن طوالي بنمشي بنفسنا او بمنادبنا بنوصلهم لغايه عندهم بنسلمه الدواء اللي هو دايره. كويس، احنا عملنا لينا تاني رابط، الرابط ده بتاع الروشتات بتاع صيادله، احنا ربطنا نفسنا بكل الصيدليات في ولايه الخرطوم على اساس انه الشخص مثلا سامر انه محتاج لادويه، فنحن بنتصل بصيدليه، واكثر الصيدليات بنتصل بها طبعا معروفه انا ما داير اذكرها، فهي بتدينا المعلومه انه هي عندها الدواء ده وعندها السعر، فنحن بنساهم بجزء ممكن كله يعني ساهم بالحته دي، وبنتصل بشخص اقرب له صيدلي يمشي يستلمها، واحنا بنسلم لهم بطريقتنا القروش لغايه ما تصل لهم في الصيدليه. يعني الشخص اللي هو محتاج للعلاج ده ممكن ما تلاقوه خالص. خالص. يا سلام. ولا بنعرف، حتى عندنا اعضاء قلت لك هسه بيساهموا معانا شهريا، نحن المساهمه بتاعتنا بدات ب 100 جنيه. الليله وصلت 1000، وفي ناس هسه بقت تدفع ما شاء الله. يعني مساهمات يعني كبيره جدا وجليله جدا وانسانيه يعني في المقام الاول. جميل. طيب في اجتماعات من خلال اعضاء المبادره، يعني اجتماعات على ارض الواقع بتلتقوا من خلال الاجتماع، بتضعوا كثير جدا من الاطر المفترض يعني تنفذ، ولا بس الشغل بتاعكم كله بيعتمد على الروابط وعلى السوشيال ميديا؟ لا ابدا، هي عندنا طبعا اجتماعات بتكون فعلا بالجروبات مع بعض او بالتواصل مع بعض، لكن عندنا اجتماعات بنعملها كل شهرين. عملنا لنا كم اجتماع، طبعا انا بصفتي الرئيس نائبي طوالي مباشره من الولايات من الشماليه، كويس، الامين العام من الجزيره، النازل بيجوا عندي من حلفة من كوسي من كسلة، معناه منتشرين في ولاية السودان كلها 18. أستاذ عمر، هنالك بعض الحالات المرضية تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بضغطوها كيف يعني؟ يعني إحنا مثلا شخص عنده عملية بنشوف مثلا العملية بكم، كويس، نحن بنساهم 140%، وبنفس اللحظة دي إحنا بنكتب خطاب عن طريق شخص معين يعني دي وظيفته، بيتصل بالدكتور بالمستوصف او بالمستشفى على اساس انه مساهمتهم شنو الانسانيه. في اللحظه دي اكيد انه المريض ده اذا ما كانت عنده، نحن عندنا خيرين بنتصل عليهم بيسدوا لنا الخانه دي. طيب في اي من العراقيل من المشاكل قاعد تواجهكم من خلال تنفيذكم لكل أجندة المبادرة، ولا كل الأمور ماشية بسلاسة؟ لا الحمد لله، والله كل الناس متفقة مع بعض، ما في عراقيل. بعدين الشعب السوداني ده شعب إنساني بالمناسبة، شعب دائما أنت لما تلجأ له بتلجأه يعني في الحاجة الكبيرة مش الحاجة الصغيرة. ناهيك أنك لما أنت تيجي تطلب منه حاجة بتاعت علاج لشخص غير مقتدر، يعني زول ضعيف زول مسكين زول فقير يعني كده. قاعد تجيكم حالات من الولايات، والاغلب الحالات هي من الخرطوم. كثير جدا، كثير كثير والله. جميل استاذ عمر، نتكلم عن حته الدعم، والمال هو اساس الحياه يعني، هل في جهات اخرى بتدعمكم بالنسبه للمبادره اذا كانت من خارج السودان، او ولا هي عباره عن مشاركه ما بين الاعضاء؟ عندنا اشتراكات شهريه، وعندنا مساهمات بتجي من الاعضاء من خارج السودان. يعني تعرف ذاته بنكك ده ما شاء الله يعني ريحنا. يعني نطلب طوالي يعني بنكك ده بجينا، عندنا رقم معين لبنكك ذاته، فالناس بتتصل والله، في ناس يعني كثير جدا لانه حاطينه فوق عندنا في ترفع الستاره كده بتلقاه طوالي عندنا في الجروب بتاعنا، فالناس ما قاعده تقصر والله. أيوة. الحمد لله. نعم. سعيدين جدا والله لما انك تعالج شخص جد يعني. قاعد تتواصلوا يعني مع المرضى ومع الناس اللي بتطلب منكم العلاج يعني بعد ما تقدموا لهم الخدمه، ولا بس علاقتكم بتنتهي مجرد ما تقدم لهم الخدمه؟ شوف الزول بقى كيف، بقى كويس لسه ما بقى كويس، الحاصل عليه شنو؟ احنا عندنا سيستم واضح انه الحاله اللي بتجينا يعني بنكتبها،
انه بيسجل التلفون بتاعه، الحاله بتاعته، العلاج اللي بياخده، ما في علاج مستديم يعني منقذ ايوه للحياه. عندنا يعني احنا عندنا نجوم، يعني دي لازم انا اقولها، عندنا نجوم يعني قدموا الكثير جدا في البلد، يا كل زول في سلام، مجاله. موجودين معاكم اي في النواب. مش موجودين معنا، هم ذاتهم مرضى، احنا بنوصلهم لغايه بيوتهم، يا سلام، بنشوفهم يعني عنده شنو محتاج شنو، بنجيب لهم الادويه بتاعتهم هل بيحتاجوا اللي ليها بيحتاجها شهريا؟ شهريا. جميل استاذ عمر، ما هي ابرز الانجازات بالنسبه لمبادره علاجك ودواك معانا؟ هل هنالك يعني مثلا اجهزه طبيه تم يعني استجلابها ويعني توزيعها لبعض المستشفيات او غيرها؟ هل في انجازات اخرى غير انه يعني مثلا فواتير المرضى والمساهمه في العلاج؟ لا احنا المستشفيات ما قدمنا ليه حاجه. حدكم بس المرضى، المرضى عندنا فقط. حد المرضى، وعندنا تنسيق مع بعض المنظمات مثلا زي شارع الحوادث، فاني هم بيلجأوا لينا ونحن بنلجأ لهم يا سلام، وبنلقاهم، يعني بالذات في كورونا. احنا في كورونا قدمنا الكثير جدا، عندنا يعني ناس محتاجه لكراسي، كراسي معاقين، معاقين يعني. فكنا بنتصل بناس معينين، والله انا اشكرهم. يعني في السعوديه عندنا يعني شخص انا ما عارف اشكر ذاته كيف ما قاعد يقصر معانا، اخونا بشار ابو حامد كويس، عندنا في سلطنه عمان، عندنا في البحرين، عندنا يا سلام، عندنا مجموعه كبيره في امريكا، في السويد، في السعوديه. والله ليهم التحيه، يعني ديل لهم التحيه. ناس بر وعون لكل من يحتاج محتاج. ليهم، فنحن بنحييهم من خلال الصباح، وبنحيي كل زول بمد يده لكل زول محتاج، يعني سوداني أصيل، بالذات لما يكون الموضوع فيه مرض، فيه علاج، فيه عمليات، فالحاجة دي ما سهلة صراحة. أستاذ أكيد عمر سيكر، أكيد لك التحية من خلال الصباح ده، والتحية لكل الأفراد الموجودين معاك في المبادرة، موفقين إن شاء الله في كل الأعمال اللي بتقوموا بيها، وإن شاء الله يعني كل الطرق من خلالكم تكون سهلة وميسرة عشان تقدروا تصلوا لأكبر عدد من المرضى. شكرا جزيلا لك، كتر خيرك. أنا سعيد جدا يعني بالاستضافة دي، وأشكرك أختنا عرفة والأستاذ سامر والطاقم العامل. شكرا لك أستاذ عمر سيكا. شكرا جزيلا لأستاذ عمر، شكرا جزيلا لسوداننا الجميل، السودان المفترض نحافظ عليه، والشخصية السودانية المفترض ندعمها في كل تفاصيل الحياة المختلفة. تحياتي لكم مشاهدينا في كل مكان، فاصل إعلاني ونرجع. صباح الخير.